العمل طبعا ما شاء الله. شوف هذا الولد ما يعمل على تدليك وعلى عمل ما شاء الله، يفتح عليكم عمل وعمل طيب. هذا عمل ممتاز وعمل طيب وعمل مركز وعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه صدقة جارية إلى يوم الدين. هذه تصوير مقبرة، تصوير مقبرة هذه كانت مهملة لكم نقول 1000 سنة، لا والله زيد. جاءوا رجال أصحاب وصاب، أبناء وصاب، تجار وصاب، ساهموا، تبرعوا، سددوا، حوشوا، بيضوا بيضة ما شاء الله. الآن ينقصنا من هنا بويا بيضة، خلاص جاهز الأمور. لا إحنا الآن نعمل سيمنت أبيض نفس البويا البيضة، أما العمل ما يحتاج كلام، يعني واضح أمامكم. العمل ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم 12/9/2021، وهذا عمل خير يجب على الناس جميعا أن يهتموا بهذا العمل، بل كل المقابر في وصاب، بل جميع المقابر. الأمور طيبة، أبناء وصاب ظهروا، تجار وصاب ناضلوا، سددوا، تبرعوا، يوم مقبرة ويوم مشروع، يعني كلهم عاملوا عمل خير لينجح المقبرة هذه. والله تقريبا فيها حوالي 8. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا جوار العمال في قرية السلف تم تصوير هذه المقبرة بحفظ الله، على حساب نفقة المواطنين، على التجار طبعا، على التجار، بارك الله فيهم وجعلها في ميزان حسناتهم. ما شاء الله. والله منورة المقبرة، نورت. اليوم 12/9/2021 من وصاب العالي مدينة السلف. وهي الله ما شاء الله. كم ترشوا باليوم مرات يعني كم؟ كل يوم مرتين. والاخضر هذه مرتشه من اجل ما يا طارق. ايوه. من اجل حراره الشمس ما ترجع له في اول. زود الماء، زود الماء، شرب كثير والله، زود. زودوا زودوا. اوه ما شاء الله، ما شاء الله، الشمس نار. لانه طارق اذا ما رشيكوا. ايوه. ما كثر 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 كثر. ما ترشوا خيرك ولا احلاها زاد ترشوا خيرك يعني. ما شاء الله تبارك الله. أصبح وصاب العلي الآن نموذج لأبناء اليمن. تصوير مقابر على حسابهم الخاص، طرقات، مشاريع عملاقة، والأفضل قادم إن شاء الله. سيأتي الآن مدارس، مستشفيات، مستوصفات، مياه، حوادث مائية. يا رب يسر. اليوم 12/9/2021 هذا المعلم، وهناك معلم آخر. جحانا يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته. من قرية السلف نواصل وإياكم أخبار المقبرة. انظروا، أصبحت اليوم المقبرة حق السلف نموذج لأبناء وصاب المتبرعين والمتصدقين والمتحسنين في هذه، في إنجاح تحويشها أو تصويرها. يبقى الشبابيك، الآن الشبابيك بالعمل أصبحت منورة، والله منورة اليوم تماما المقبرة حق السلف. زيادة زيادة فوق اللازم. ما شاء الله، نقول ما شاء الله. انظروا يا شباب، انظروا انظروا. اللهم صل على محمد. سلام من الله على من تبرع وسدد لهذه المقبرة، لتحويش هذه المقبرة. كانت مهملة تماما، لكن الآن خلص البوابة من هنا ذاي. هنا البوابة وهنا المقاولين.
من امام بوابه المسجد. نيهاو نيهاو. ما شاء الله ما شاء الله. صور خاصه لو حط البن المحمر. هذا هو المكان الذي عند الأصباط بما يعرف سابقا بساع القبور المكانان العرب. الحوش طبعا نظيف من هنا هذا الجدل. أنا الآن بجبا الصبل أنا موجود، والحوش بدأ بهذه الطريقة بهذا الشكل إلى عرض البركة حقنا إلى ومن وراء الأرقاف حق الشياقة كان عرض بيت طاهر عبد الحسن. خلينا مكان الطريق ورجع بهذا الشكل. هذا قبل بيت سعد غنم وماشي بهذا الحال بهذا الشكل إلى عند مسجد السلف، ورجع مر أمام بيتنا إلى عرض بيت أحمد الحسن. هذا البيت الذي موجود الآن، وهذا الجدل السافل الذي هو مقبرة ومضي. يعني البيت بيت أحمد حسن والأصبال من حال الحوش، يعني اعتمدنا مقام حوش ومضي. هذا الآن ركن الصبل حق جدي حمود، وهذا باب الأصبال كما تشاهد الآن. باب الأصبال هذا، ورجع بهذا الشكل.